وفيما يتعلق بحماية الأطفال من حوادث المرور في المركبات، يعتبر كرسي الأمان من التجهيزات التي توفر الحماية للطفل داخل السيارة، ويجب تثبيته في المقعد الخلفي. نذكر هنا أنه يجب اتباع تعليمات المصنع عند تثبيت كرسي الأمان وعدم وضعه في المقعد الأمامي للسيارة قبالة كيس الهواء. الأطفال من أول نهار بيخلعوا مفروض دايما يقعدوا بالمكان السليم والكرسي الخاصة لعمرهم. طبعا كل الأطفال في كراسي مخصصة لأعمارهم، من أول ما يخلق الطفل لحديت عمر حوالي السنة بيقعد بكرسي الأمان يلي وجهه مخالف لوجهة السير. ليش؟ لأنه هيدا الكرسي بتشكله الحماية على العمود الفقري، لأنه جسم الطفل ما في عضلات أول ما يخلق. أما بالنسبة لتاني، وهيدا الكرسي بتتثبت بالسيارة بحزام الأمان للسيارة، والطفل بيتثبت بقلب الكرسي بحزام الأمان للكرسي. بالنسبة لتاني مستوى من كراسي الأمان يلي هي بتتوجه للأطفال ما فوق السنة لحديت الثلاث سنين، يلي هي كراسي بتتثبت بحزام الأمان للسيارة، والطفل داخل الكرسي بيتثبت بحزام الأمان للكرسي، بيكون وجه الطفل لقدام بالسيارة. هون الطفل صار بعمر عم بيتفاعل مع أهله كمان، وعم بيقدر يحكي ويتصرف غير. بالنسبة للأعمار الأكبر يعني ما فوق 3 سنين، في عنا البوستر، في أنواع من البوستر كار سيت. أول مستوى أو أول نوع بيستعملوه الأطفال بتكون مع ظهر، نرجع النوع الثاني حسب ما يكبر الطفل بنستعمل بوستر بيس اللي هي بتكون كناية عن بيس بس، هيدي للأطفال اللي أكبر شوي بس تنعليلهم قعدتهم عن مقعد السيارة ويصير حزام الأمان ثابت على ظهرهم مزبوط. اليازا بتركز على انه ضرورة وضع الاطفال من دون 12 سنة بالمقاعد الخلفية من دون اي استثناء.